وعودة مرة أخرى إلى الملف السوداني، حيث أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري إطلاق المقر الثاني لتقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية في معبر قسطل البري لمساعدة الجالية المصرية والطلبة المصريين حال الوصول إلى المعبر وتقديم الخدمات الأساسية ومساعدتهم على استكمال رحلتهم حتى الوصول لمنازلهم سالمين بإذن الله. طبعا ذلك في إطار حملة دعم سلامة أولادنا بالسودان اللي أطلقتها الجمعية منذ بداية الأوضاع الراهنة في السودان. والتفاصيل أكثر معانا عبر الهاتف دكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري. مساء الخير يا دكتور، وأهلا بيك معانا في التاسعة. مساء الخير يا فندم، مساء الخير على السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. طبعا في البداية بنحييك على كل هذه المجهودات المبذولة طبعا، ويعني عايز أعرف من حضرتك تشرح لنا الصورة كده، المشهد عامل إزاي، نقدر نقرب المشهد للمشاهدين إزاي أكتر. تمام. بص يا فندم، حضرتك من منطلق يعني جهود الدوله المصريه لملف العائدين المصريين من السودان، كان في طبعا توجيه من السيده معالي وزيره التضامن الاجتماعي ونائب رئيس جمعيه الهلال الاحمر المصري نحو عمل مقر انساني اغاثي على الحدود المصريه السودانيه في ارقين وفي اسط اللي هي المداخل بتاعتها. المراكز الإنسانية الإغاثية ديت بتعمل طبعا مع المصريين والجاليات الأخرى اللي معاهم البيز طول مصر على تقديم الخدمات الإنسانية الإغاثية. زي ما حضرتك عارفة إن المسافة اللي بيقطعوها مسافة كبيرة، توقيت صعب، في طبعا مغالاة في أسعار التحركات في وسائل المواصلات، بالإضافة طبعا إلى شح الأكل والخدمات الصحية. عشان كده المركز الإنساني ده متكامل بيقدم مجموعه من الخدمات، اهمها طبعا الخدمات اللوجستيه اللي هو بيساعد كبار السن او المعاقين او الناس انها تخلص ورقها. الحاجه الثانيه بوسائل الاتصال زي الموبايلات والشواحن والانترنت، اللي طبعا ما فيش شواحن فمحتاجين يطمنوا اهاليهم. في ناس فقدت الاتصال باهاليها فطبعا بتسهل لهم هذا الموضوع. المحور الثاني هو بنوصل الناس لحد مدينه اسوان اللي ما بيقدرش او اللي مش قاطع تذكرة لحد أسوان، بنعمل على توصيله سالما إلى أسوان، وبرضه بنقدر نتواصل مع وزارة النقل اللي عاملة مجهود كبير معانا جدا. بشكر طبعا سيادة الوزير كامل وسادة رؤساء الهيئة على تسهيل لهم موضوع القطارات ونقطع لهم التذاكر. المحور الثالث هو الخدمات الصحية، زي ما حضرتك عارفة إن في ناس طبعا بتحتاج أدوية، وفي ناس تعبت، وفي ناس تعورت، وفي كدمات، كل دوت يتم تقديمه من خلال فريق طبي برضه موجود داخل المعبر، وخصوصا الاسعافات الاوليه. في بعض الناس طبعا يعني بتجيلها زي نوبات بسيطه من الهلع او الخوف نتيجه للمسافات، فدي بنتعامل معاها من خلال المتخصصين في مسائل الدعم النفسي الاجتماعي. مجموعه خدمات كبيره جدا بيقدمها موظفين ومتطوعين. انا عايز اقول برضو ان الخدمات الكبيره ديت بيقدمها متطوعين الهلال الاحمر المصري، تم تدريبهم طبعا. كل التحيه ليهم اكيد. طبعا دي حاجه جميله جدا، تلاقي يعني متطوعين كل واحد سايب اعماله ورايح في توقيت برضو العيد اللي هو الاجازه، الناس موجوده من قبل العيد بيومين بتنشئ المراكز الانسانيه الاغاثيه. طيب يا فندم، زي ما حضرتك ذكرت لينا الخدمات اللي بتقدم من قبل الهلال الأحمر للوافدين من المصريين أو حتى إن كانت من أي جاليات أخرى، الحالات لما بتوصل عندكم أو بتوصل معبر أرقين، عايزين نقرب الصورة أكتر للمشاهدين يا فندم، إيه اللي بيتكلموا عنه؟ إيه المشاكل اللي كانت موجودة؟ إيه اللي واجهوه أصلاً؟ بص يا فندم، طبعا الوضع صعب هناك بسبب اندلاع المشكله ما بين الصفين، دوت ادى الى نقص المواد الغذائيه من استنزاف، يعني كل الطواقم الطبيه ما بقتش قادره تشتغل، تقريبا اكثر من 70% من المستشفيات لا تعمل، الادويه والمستلزمات والمستهلكات قلت، فطبعا الناس كانت وضع سيء جدا وصعب، خصوصا ان يعني كثيره من المحلات التجاريه برضه لا تعمل، فالناس يعني بتبقى زي ما تقول حضرتك وصل على اخرها. لما بيوصلوا بقى طبعا للجانب المصري بقت الوضع طبعا بيختلف 360 درجه من حيث الاستقبال ومن حيث المعامله والتسهيل عليهم، لانهم طبعا قضوا مشقه كبيره، بالاضافه طبعا لطول الطريق المسافات مختلفه تتراوح، يعني في ناس بتيجي من اكثر من 1000 كيلومتر خلال الاتوبيس،
عايز اقول برضو ان احنا بنقدم المواد الغذائيه الجافه، بنقدم برضو الميه والعصاير عشان ما كانتش طبعا زي ما حضرتك عارفه المواد الغذائيه مش متوفره هناك، وبالاضافه الى البان الاطفال كده. حيل. طب اخيرا دكتور رامي، هل تم التعامل او هل تم وصول الينا حاله حرجه تم التعامل معها من قبل جمعيه الهلال الاحمر؟ يعني مش هقول ان الحالات حتى هذه اللحظه حالات حرجه، بس في حالات اتحولت فعلا الى المستشفيات، ولكن الحالات كلها مستقره الحمد لله، مفيش اي نوع من الحالات الحرجه. اتوقع حالات الحرجه لسه هتيجي بعد كده لان تحريكها صعب. اتمنى السلامه للجميع طبعا. تحريكها صعب، فاتوقع ممكن الاسبوع الجاي نبدا نستقبل بقى مجموعه من الحالات الحرجه. طبعا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، كنت معنا عبر الهاتف، بشكرك يا فندم.